شروط وجوب صلاة الجمعة. إمتى كتكون صلاة الجمعة واجبة عليك؟ الشرط الأول الإقامة يخرج به السفر. إنسان إذا كان مسافر لا يصلي صلاة لا تجب عليه، لا بغي يصلي يصليها، لكن ما وجباش عليه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني حج إلى بيت الله الحرام وجاء زائرا من المدينة إلى مكة وقف في يوم عرفات في يوم الجمعة ولم يصلي صلاة الجمعة، وإنما صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا. ولو كانت الجمعة واجبة على المسافر لصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الشروط ديال صلاة الجمعة أن الإنسان يكون مقيم في البلد دياله. لذلك الفقهاء تيقولوا إلا دخلت الوقت تاع صلاة الجمعة يحرم عليك السفر. ما تجلس أنت تطلع 12 عاد ديال المازوت بيت سافر، لا، إلا مشى تدخل وقت الجمعة ما تسافرش تتصلي. إلا بيت سافر خرج الصباح قبل ما يدخل وقت الجمعة، فيحرم عليك السفر بدخول وقتها لأنها صارت واجبة عليك، تبقى تصلي الصلاة ديالك. فاش كيسافر الإنسان السفر اللي هو فيه المسافة الشرعية ولغرض مباح وما غاديش يفوت 3 أيام الشروط مذكورة في السفر، آنذاك يباح له أن يصلي الظهر قصرا في بيته أو في طريقه أو في حافلته أو في أي مكان. لكن إلا مشى يصلي الجمعة راه ماشي إشكال، لأن هذا الشرط ديال الوجوب. الشرط الثاني من شروط الوجوب تاع صلاة الجمعة السلامة من الأعذار. قلنا العذر الأول المرض، العذر الثاني المشقة، العذر الثالث الخوف على النفس والمال. الشرط الثالث الحرية، فلا تجب على العبد، فالجمعة لا تجب على العبيد وتجب على الأحرار، وكلنا بحمد الله أحرار، ونبين على ديك الحرية ديالنا وما نخضعوش النفوس تاعنا ونمشي ونصلي صلاة الجمعة. كذلك الشرط الرابع من شروط وجوب صلاة الجمعة شرط الذكورة، فلا تجب على الإناث. الجمعة لا تجب على المرأة، إن ذهبت إلى الجمعة فلا بأس، لكن ما واجبش عليها. الله خفف على المرأة. راه هاد التشريعات ماشي حيت المرأة ناقصة في الدين ولا ناقصة في العقل ولا المرأة ما عندها قيمة ولا تخلقات هي غير، لا، الله عز وجل راه عالي. المرأة راه أم، قدرت تكون حاملة، قدرت كترضع، هي حائض، هي نفساء، هي خصها تطيب، هي خصها تبدل هاد الدري هاد الوليد. الأم راه هي الدينامو ديال الدار. إلا وجب عليها الله صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وراه ما غادي راه غادي غيكرفسها غيعذبها، والله عز وجل رحيم. التشريع ديال الله كامل، هاد الشريعة الإسلامية شريعة كاملة. علاش؟ لأن مصدرها هو الله، والله لا يمكن أن يشرع ما فيه نقص. ما الدستور ديال هنا، القانون ديال هنا، القانون ديال هنا كيدوز واحد المدة كيبدلوه الناس، حيت دوك اللي كانوا حطوا ذاك القانون ما كيعلموش الغيب. الوقت كتبدل، واحد القانون اللي كان مناسب في السبعينات ما غيناسبش دابا في هذا الزمان، كيبدلوا الناس القوانين والأنظمة الوضعية. لكن القرآن الكريم ما يمكنش يكون فيه نقص ولا خلل ولا اعوجاج، لأنه من عند الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا قلنا صلاة الجمعة واجبة تجب بأربعة شروط: الشرط الأول الإقامة، السلامة من الأعذار، الحرية، والذكورة. ومن تخلف عن صلاة الجمعة راه وقع في واحد الكبيرة وفي واحد الإثم، ولا كيبيع شي حاجة ولا كيشري في وقت صلاة الجمعة راه كيدخل الحرام. اللي كيبيع وقت صلاة كيبيع اللبن ولا كيبيع الريب ولا المسكة ولا زيت العود ولا سنيدة ولا طفيضاس راه كيدخل غير ترقين. الجمر كيشعل هكا تيدير يوم القيامة، كتجي كتهرب من هذاك دوك الفلوس اللي كنتي كتجمع في وقت الأذان، هما اللي كيقلبوا عليك يوم القيامة. كيقول لك كاين كتكون الغفلة، ما كاينش غافل قدك، انت هو الغافل الكبير. الناس راه عارفين اش كيديروا، راه كيعرفوا يحسبوا اكثر منك، راه مشاو يصلوا كيقلبوا على البركه وعلى الرزق، راه ديك الصلاه هي اللي كتجيب الرزق. بقى انت حال تما المجرب بحال الشيطان بوحدك في السوق، صحابك الا دخلتي انت دوك 4 ريالات راه غتجي المرضى، ما مرضتيش في الدنيا غتخلص في الاخره. الحساب تابعك، لان الله هو اللي قال لك وذروا البيع. هذا راه مدين جديد مدين قديم، هذه ايه قرانيه، سير عند المفسرين ديال العالم كلشي في جميع المذاهب. وذروا البيع، البيع والشراء حرام وقت الأذان للجمعة، خصك تمشي تصلي. فإذا قضيت الصلاة زيد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف شو القرآن الكريم واضح.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.